للحديث عن واقع المتقاعدين في العراق وبقية الشرائح معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. ومرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، المتقاعدون شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي، لكن على قدر أهميتها وأنها أفنت أنهم أفنوا أعمارهم في خدمة الشعب وفي خدمة القطاعات المختلفة، لكنهم يواجهون مشكلة اليوم من حكومة لا تقدر ما قدمته هذه الشريحة على مدار عقود من أعمارهم. لماذا يجري هذا التقصير بحق شريحة المتقاعدين؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل بالنسبة للتعامل مع المتقاعدين هو نتاج لسوء إدارة الدولة أو إدارة المال العام. يعني شريحة المتقاعدين حقيقة هم أعطوا أكثر مما ينبغي من أو ما يطلب منهم طيلة فترة أكثر من 25 إلى 30 سنة، وهناك من المتقاعدين من قدم خدمة 35 سنة، وكل حسب اختصاصه ومرافق العمل التي تواجد بها طيلة هذه المدة التي أخذت من حياته الجزء الكبير. ومن المفترض وفق الدستور أيضا أن هذه الشريحة يجب العناية بها، أن تتم أولا أن تتوفر لهم طبيعة الخدمات، إضافة إلى توفير المرتبات التي يتمكنون من العيش الكريم دون الحاجة إلى طلب المساعدة من جهات قد تكون هذه الجهات منظمات إنسانية سواء داخل العراق أو خارجه. هناك عدد من العوائل التي لديها متقاعدين ولكن لا تمتلك الإمكانية أن تعيش بمرتبات بسيطة لا تتناسب مع عمليات التضخم والارتفاع في أسعار النفط. وكلنا ندرك أن الموازنة 2023 لا توجد تخصيصات واضحة المعالم للمتقاعدين، وخصوصا أنه تمت الوعود على مدى أكثر من 10 سنوات من أجل رفع مستوى المتقاعد من حيث ارتفاع رفع مرتباته بحيث تتناسب مع المعيشة، ولكن كلها وعود ولم يتم الالتزام بها حقيقة. حتى السيد السوداني في بداية تشكيل حكومته وعد بطرح بعض القرارات والتوصيات الخاصة بعملية تسوية حقيقية لمرتبات المتقاعدين بحيث تتناسب مع المعيشة، ولكن لم يتم ذلك وتم إقرار الموازنة، وهذه الشريحة تعاني بشكل كبير جدا. نعم. قلما نرى دكتور صباح، قلما نرى هذا النموذج الذي يجري في العراق يحصل في أي دولة أخرى، قلما يحدث ذلك حتى في الدول غير النفطية، في الدول الفقيرة، أن تجد شريحة المتقاعدين أو شريحة الشؤون الاجتماعية تواجه مشكلة في صرف مستحقاتها. كثير من الدول تبدأ أولا بهذه الشرائح ثم بالموظفين ويعني باقي القطاعات، لكن السؤال الآن عن الضامن من عدم حدوث تلاعب في رواتب المتقاعدين، لا سيما مع هذا التأخير المتكرر والذي يحدث فارقا في الأيام، وبالتالي قد لا تكون هناك ضمانات بتسليم كافة الرواتب. هذه حقيقة واقعة على مدى السنين الماضية حصلت أن بعض المتقاعدين لم يتم الصرف لهم لثلاثة أشهر، وتم عمليات التسوية بإرضاء المتقاعد أن استمرار عمليات الصرف للأشهر القادمة وليس بأثر رجعي، وهذا يدلل على أن هناك فساد وسرقة للمال العام بصراحة على حساب المتقاعدين. هذا الجانب، لذلك نلاحظ أن المتقاعد لا يمتلك الثقة العالية باستمرار عمليات الصرف بشكل منظم حتى لو تمت عمليات اعتماد الموازنات أو غيرها والتخصيصات
ولذلك نلاحظ أن المتقاعدين حقيقة تتوسع الأعداد الكبيرة للمتقاعدين. يعني عام 2010 كان عدد المتقاعدين لا يتجاوز 1.5 مليون، أما حاليا يتراوح بين 3 إلى 3.5 مليون متقاعد. إذن هم أصبحوا المشكلة تتجاوز ذلك إلى شرائح أخرى من المجتمع. ودعني هنا أشير إلى ما قالته لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية التي أقرت بوجود تجاوزات وفساد على رواتب الرعاية الاجتماعية بنحو 200 مليار دينار. نحن نتكلم عن أرقام خيالية في هذا الإطار. أين ذهبت هذه الأموال إذا كان هناك ما يسمى بتجاوزات؟ يعني ما المقصود بالتجاوزات؟ حقيقة ما يحصل أن المال العام دون رقابة، يعني لغاية الآن لم تتم عملية محاسبة الوزراء المسؤولين عن المالية، وكذلك أيضا الشؤون والعمل الاجتماعية وغيرها من الجهات المختصة في توفير متطلبات ومستلزمات المرتبات والمساعدات التي تقدم لهذه الشرائح الفقيرة. لاحظ لم يتم محاسبتهم وكأنهم غير موجودين في داخل هذا البلد وكأنهم ليسوا عراقيين. لذلك نلاحظ أن الوزارات المتعاقبة بين واحدة وأخرى تطلق العنان والوعود وغيرها، ولكن لم تتم أي شكل من أشكال التنفيذ، مما يعطي جانبا سلبيا في زيادة نسب الفقر، زيادة نسب حتى الجريمة. حقيقة كل ما يزداد الفقر تزداد الجريمة في المجتمع، إضافة إلى العوامل الأخرى المؤثرة نلاحظ، فهذا يؤدي إلى سوء في التركيبة الاقتصادية الاجتماعية لهذه الشرائح، مما تعجز الدولة عن المعالجة الحقيقية رغم وجود الإيرادات العالية. نعم، أشكرك جزيلا دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.